النهارده عندنا أجنحة الدجاج بالأناناس. عندنا أجنحة دجاج وأناناس وفلفل أخضر، بصل وتوم وفلفل حار، تعفير الدقيق، كاري وكركم، زنجبيل باودر، عندي زيت، ملح وفلفل، وهنعمل معها شوية رز حلوين. الرز أول حاجة بنحطه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، كده ده الرز بتاعي بعد ما غسلته. نشوف مقاديرنا مع الرز ماشية المية ازاي، ممكن تكون زايدة ممكن تكون ناقصة، لكن احنا هنعمل له مقاس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة على النبي. حطينا طبعا فص حبهان، شوية رورو، ورق لورو، اخد بس شوية مية من هنا عشان احتمال تكون المية زيادة يضحك علينا، ولو احتاجناها تاني بعد كده اهي جنبينا نحطها، اهي ما عنديش مشكلة. اهم دول ممكن يعجنوا الرز مني، حبة المية دول ممكن يعجنوا الرز مني. يا عم جمال بحط، كانوا بحطوا من الترعة. طيب نكمل بقى شغلنا، نشوف هنعمل ايه. نشيل بقى الفوارغ دي من هنا. نشوف بقى هنعمل ايه مع حضراتكم. ده اجنحة الدجاج دي انا ببشلها دايما، بتبقى زفرة وما فيهاش لحمة، يبقى نشيلها ونخلص منها. رومون بيقول لي لا حطها، ده انا باكلها. هجيبهم لك تاكلهم نايين، مش مشكلة، عادي كده. هنا ادي الفراخ بتاعتي، اديها شويه خل اهم عشان تبقى نقيه، واطهرها من السلمونيلا اللي فيها، اللي فيها سلمونيلا، اي حاجه كده بيبقى فيها سلمونيلا بنحاول نطهرها بشويه خل. شوية دقيق، شوية كاري، شوية كركم، شوية ملح، شوية فلفل اهو كده، هسيبهم كده شوية كده، معلقتين بس كده. ليه بقى يا باشا؟ عشان تاخد الطعم الاناناس وانا بقليها وتطلع معايا كريسبي، وفي نفس الوقت ما توسخليش الزيت بتاعي، وطعم الاناناس يلبس فيها كده. هننزل بالبصل بتاعي، وادي توم، وادي زنجبيل فريش. كده عندي هنا كاري، كركم، فلفل حار، فلفل اخضر زي ما شايفين كده حضراتكم، كده نطف عليهم بايه بقى يا باشا؟ بصوص الاناناس اهو. شفت بقى الجمال والحلاوة يا باشا؟ نجيب التشيكن وينج اللي هي اجنحة الفراخ اللي احنا حمرناها بقى الذهبي اهي، بص يا عم ابراهيم اهو، أكلة حلوة 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 ما فيهاش هزار. نديها بقى سنة ملح صغيرة عشان فيها مكعب مرق، سنة ملح كده صغيرة، سنة فلفل، ادي شوية سكر، عايزه يكرمل